لا يقتصر الحلم الفلسطيني على النضال العربي المستمر ضد الاحتلال، فهناك مجموعات أخرى تؤمن بعدالة القضية الفلسطينية وتساندها، وهذه المجموعة النسائية اليهودية التي تجوب أرجاء البلاد رافعة شعار كفى للاحتلال هي إحداها. عمدات كل يوم شيشي بين 1 ل 2 لافقين نجد الكيبوش. מאז, מ-1989, כל יום שישי. אני עומדת פה בערך מ-1994. إيمانا بأن السلام للجميع والاحتلال يفرض دون تفرقة، انضم للنداء مؤخرا رجال يدعونهم أيضا لحياة كريمة دون حروب وحدود. חושב שבאמת המפגינות הם נשים, אבל הנושא או העניין שעלה במפגינות הוא עניין כללי. ובאמת הנוכחות שלי בתור גבר מבטאת פה את באמת את העניין עצמו, את התוכן של הדרישה הזאת. رغم تشريعات وقوانين حكومة اليمين المتطرف المناقضة لمبادئ الديمقراطية وتحديا لردود الفعل المسيئة، تواصل مجموعة نساء بالأسود بالمناداة للعدل والسلام والاعتراف بحل الدولتين الجارتين للشعبين.